مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ اليوم نعود لكم بقصة، قصة فيها من العبر، فيها من العبر الكثيرة والمفيدة. اليوم قصتنا أصحاب الجنة. في البداية كان شيخا عجوزا يمتلك بستانا كبيرا في اليمن. يعني قصتنا هذه القصة من اليمن. واعتاد هذا الشيخ أن يخرج في الصباح الباكر من كل يوم قاصدا حديقته ليتفقد أشجاره ومزروعاته ولينعم بالروائح الطيبة التي تنبعث من أزهارها والهواء المنعش الذي يتداعب أوراق الشجر والأزهار. وكان يشعر بالسعادة والراحة حين يدخل هذا البستان إذ يرى الأشجار مثقلة بالفواكه من كل نوع، فيحمد الله سبحانه على ما رزقه وأعطاه. وبعد أن يقوم الشيخ بجولة في أنحاء البستان منقلا ناظريه من شجرة إلى شجرة، ومن زهرة إلى أخرى، ومن طير مغرد على غصن إلى آخر أجمل صوت، كان ما كل ما في البستان مبهجا مفرحا، يشرح الصدر ويريح الأعصاب، يذهب عن الجسم التعب وعن الفكر ما يشغله. ويأخذ الشيخ مكانه في إحدى أركان البستان فيصلي شاكرا الله على ما رزقه وأنعم عليه، ويتوسل إليه أن يجنبه البطر والتكبير وأن يبعد عنه إبليس اللعين. اللهم أبعد عنا إبليس حتى لا يفتن أو يغويه، وكل من يمر بالقرب من ذاك البستان كان يستطيع أن يقطف الشجر الثمر الذي يريد أن يجلس في ظل شجرة ليستريح أو يتبرد بالماء الذي ينسب بين الشجر. والشيخ يشعر بالسعادة حين يرى إنسانا متعبا داخل بستانه ليستريح، أو آخر اضطر بها العيش فلاح إلى البستان ليطفئ ظمأه، أو الثالث عض الجوع فجاء يسكت معدته الجوع ببعض الفواكه أو الخضرة. ويكون الشيخ أسعد ما يكون حين يطلب منه أحد بعض الفواكه فيقول خذ ما تريد من مال الله فهذا البستان أمامك. وعندما يحين الوقت لجن الثمار كان الشيخ يدعو عماله ليبدأ القطف والحصاد وجمع الثمار والحبوب في صناديق وأكياس وزنابيل أعدت لذلك. وما إن يعلم الفقراء والمساكين أن القطف بدأ حتى يتوافدوا على البستان، وكل منهم حاملا قفزا أو كيسا أو سلة، فيأمر الشيخ أن يعطي كل منهم ملء الوعاء الذي أحضره، وما يتبقى بعد ذلك يأمر بنقله إلى داره حيث يدخل ما يحتاجه لمأزونته ويبيع الفائضة أي الزائدة عن حاجته. لهون أصدقائي رح نوقف القصة، وإن شاء الله رح ننزل حلقة تانية للقصة عن أولاد الشيخ وشو ردة فعلهم عن أفعال أبيهم. انتظرونا بحلقة تانية، وبتمنى من الجميع الجديد بالقناة اشتراك، تفعيل الجرس، وإذا بالقناة لايك ورفع القصة أو مشاركة القصة. أهلا وسهلا بكم.